وللحديث أكثر حول زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف ببلاده، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. حياكم الله أستاذ محمود. أستاذ، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ محمود. بداية، في كلمته للترحيب بإبراهيم رئيسي أكد بشار الأسد على دور إيران في سوريا وتقديم الدعم الكامل سياسيا واقتصاديا بل وبالدم لها كما وصفه. ما الذي يجبر بشار على ترحيب خارج سياق البروتوكول للرئيس الإيراني برأيك؟ طبعا العلاقات السورية الإيرانية هي كانت خارج البروتوكولات العادية بين الدول، هذا واضح والجميع يعرف ذلك. النظام السوري هو نفسه يعترف بشار الأسد، هو نفسه اعترف بالتعاون مع النظام الإيراني ضد العراق في الحرب العراقية الإيرانية، والصواريخ طائرة الصواريخ أسقطتها بغداد على الحدود الإيرانية العراقية عندما كانت تنقل صواريخ إلى طهران. فالنظام الإيراني أساسا عنده أهداف بعيدة المدى مثل ما تفضلتوا بالتقرير، والأهداف التوافقات الاستراتيجية، العلاقات الاستراتيجية، التوقيعات الاستراتيجية تأتي منها رائحة الرذالة تكرم ويكرم المستمع، لأن هذه العلاقات بهذا الشكل هي بطبيعتها سرية ما تعلن، مثل ما إيران أعلنت 25 سنة علاقة مع الصين على النفط في الأحواز والأسماك بالأنهر في الخليج العربي، وإلى الآن لم يعلن عنها شيء على الإطلاق. وحتى قبل يومين ثلاثة أحد الإيرانيين أعلن أنه أكبر جزر أحوازية بالخليج العربي أيضا يريدون أن يبيعونها حتى يسدون الحاجات اللي لديهم. نعم، وتمت إقالة هذا المسؤول. الاقتصاد الإيراني لا يمكن الاقتصاد الإيراني لا يمكن له أن يساعد بلد ثاني، لأن هو أساسا هو غارق في الوحل، ما يمكن أن يتمكن أن يقوم بمساعدة أي بلد وإعادة إعمار بلد مثل سوريا. هذا غير قابل للتنفيذ. لكن سوريا ليس لديها أفضل من إيران الواقع هي. طيب أستاذ محمود، زيارة إبراهيم رئيسي لدمشق تعد كما تعلم الأولى لمسؤول إيراني رفيع منذ 15 عاما، لماذا الآن؟ ما السر وراء التوقيت ولماذا جاءت بهذا المستوى؟ العلاقات العربية السورية اللي تم الحديث عنها وتمت التحركات لها هي اللي دفعت إيران لهذا التحرك أيضا، نظرا لأنها هي بحاجة للعلاقة لسوريا مع الدول العربية حتى تكون هي سوريا كما كانت جسر لعلاقاتها في المنطقة. إيران عندما دخلت في سوريا دخلت سوريا في الأيام الأولى للثورة في إيران، ودخلت من خلال التشكيلات التي أسستها في سوريا وفي لبنان. اليوم سوريا الآن أوسع مجال لمساعدة إيران في التوسع في المنطقة والنفوذ في الدول العربية الأخرى المجاورة والغير المجاورة أيضا، وهذا ما تم قبل فترات طويلة. سفير واحد إيراني بقى سوريا 12 سنة كان يبني بالعلاقات الإيرانية مع أفريقيا، كان هذا واجبه كان الأول. فهذه هي السياسة الإيرانية طبعا. نعم، هل يمكن ربط زيارة رئيسي للعراق وزيارته أيضا لسوريا بالملف
الاقتصادي، لا سيما أنه يعول على ربط سككي بين إيران والعراق وسوريا أيضا؟ سكك الحديد طبعا هذه خطة قديمة وليس جديدة، لأن المتابعين يعرفون أنه سكة الحديد كان منتظر أن تبدأ بها إيران منذ 4-5 سنوات لا أكثر، حتى يمكن 7-8 سنوات قبل، لكن لا الوضع الاقتصادي سمح لإيران ولا الهجومات الإسرائيلية اللي استمرت على سوريا وعلى كل ما يرتبط بإيران في سوريا هي التي منعت، هي كانت هذا المحور اللي يربط إيران بالعراق وسوريا ولبنان، هذا اللي كان الخط السكك الحديد مقصود من عنده. لكن السكك الحديد والقطارات أساسا إيران ليس لديه تلك التقنية الموجودة بالعالم حتى يستعملها، هو يأتي من معظم التكنولوجيا مالته من سيمنز الألمانية، يجيبها مستعملة بألمانيا 20-30 سنة ويستعملها بسوريا أو يستعملها بإيران. ليس لديه شيء، لكنه هذا الخط موجود ومصلحة إيرانية فيه بالتأكيد كبيرة، نظرا لحاجة إيران للارتباط بالبحر الأبيض المتوسط ونقل البضائع الإيرانية إلى الدول العربية. نعم، يعني في ظل المعطيات، مع هذه المعطيات كلها، يعني إيران كما تعلم تطمع في أن يكون لها دور في إعادة إعمار سوريا، لا سيما بعد محاولات إعادة الأسد إلى الحضن العربي. في ظل هذه المعطيات، هل تعتقد أن إيران قادرة بالفعل على تحقيق هدفها الآن؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، نظرا لأن إيران نفسها غير قادرة بإعادة إعمار المحمرة، غير قادرة على إعادة إعمار الخفاجية في الأحواز اللي تدمرت بالحرب العراقية الإيرانية. كيف وحتى كل الزلازل التي حصلت في إيران، وهو بلد في مسير الزلازل، كل المدن اللي ضربتها الزلازل إلى الآن غير قادرة إيران من إعادة بنائها. وهذا الموضوع معروف بإيران كله، وكل من يتمكن يعمل لنفسه يعمل، ما ينتظر من الحكومات مساعدة في داخل إيران. إذن كيف يمكن تبنى سوريا التي تدمرت خلال 12 سنة من الحرب الداخلية الطاحنة، والتي شاركت فيها غير النظام الإيراني في مجازر للشعب السوري، شارك فيها الإرهاب والقاعدة وكل التنظيمات الإرهابية. نعم، إذا المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد، كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.